النقطة التانية هتبقى ما بين سيمبا التنزاني وجالاكسي اف سي، واعتقد ان سيمبا اقرب لحجز. خد بالك برضو حسابيا عنده امل، ولكن الوداد مترنح جدا حتى محليا، يعني احنا بنتكلم في 3 بونت 4 بونت. هو الوداد عنده 3 بونت، والمركز الثاني اللي بيضمن السعوديه عنده 5 بونت، ففرق 2 بونت فقط حسابيا عنده، ولكن فنيا مردوده بعيد. ما يخلكش ترشحه الا لو حصلت مفاجاه وقدر الوداد يرجع مره ثانيه يكشر عن غيابه في اخر مباراتين. خلي بالك مباراتين برضو مش قليلين، يعني انت عندك 6 نقاط لو قدر الوداد، واعتقد بعد كمان رحيل يحيى عطيت الله، يعني الوداد برضو فقد حاجات كتير قائد في يعني طبعا. وتغيير المدربين كمان الكتير الفتره الاخيره، اعتقد يعني ان الوداد هيبقى السنه دي استراحه محارب من البطوله الافريقيه. سنتوقع صعود الوداد مع اسك موسى، هتحاسب على الفاتوره دي؟ هحاسب على الفاتوره. ما بيحاسبش. شخصيه البطل هترجع الوداد، حتى لو انت بتتاثر في بعض البدايات، لكن بشوف ان الوداد قادر على مكسب المباراتين الباقيين دول، وهيصعد مع اسك ميموزا. طيب ويحيى عطية الله احترف في روسيا صح؟ احترف في روسيا. روسيا. طيب يبقى هنا مصطفى قال اسك ميموزا والوداد، وبلال قال اسك وسيمبا. اكيد الاثنين نروح للمجموعه الثالثه، المجموعه سي. برضه فيها حسابات معقده جدا. المجموعه سي يعني اتلتيكو بترو اتلتيكو والترجي والهلال السوداني والنجم الساحلي، اربع انديه على مستوى الاسماء، اسمائهم كبيره جدا. طبعا البترو اتلتيكو عامل اداء كبير جدا وواصل ليه مجموعه فيها بطلين. بالظبط، يعني نجم الساحلي والترجي. الترجي ابطال. والهلال السوداني كان عنده كمان تجارب مميزه عنده حتى الفترات الاخيره، السنوات الاخيره كان بيقدر يشاكس في دور المجموعات، يعني كان النادي الاهلي كان موعود بالهلال السوداني، الحمد لله بعد عننا بالاجواء بتاعت مباراه السودان يعني. أيوة. فبترو اتلتيكو اعتقد ان هو بنسبه كبيره هيصعد عن المجموعه، والترجي التونسي لو قدر يعني يتغلب على الهلال السوداني، لان الهلال كمان عنده 4 نقاط. النجم الساحلي عنده مشكله ايقاف قيد، ودي اعتقد ان هي يعني هتخلي حظوظه متراجعه، وان كان هو حسابيا برضو عنده 4 نقاط، نقطه واحده تفصله عن الترجي اللي في المركز الثاني. يعني نقدر نقول مجموعه متشابكه، بترو اتلتيكو بترو اتلتيكو من بطاقتين. يعني الترجي لو قدر يستغل، هو محتاج فوز واحد. يعني واحد من الماتشين المتبقيين ليه بالظبط هيخش في ال 11 بونت محدش بالظبط. والترجي يعني لو قدر يستغل ان الهلال السوداني ما بيلعبش على ملعبه، وان النجم الساحلي عنده ايقاف قيد ويقدر يستثمر ده، اعتقد انه هيصعد في المجموعه مع بترو اتلتيكو. ارتحت انت ان الهلال مش معانا السنه دي؟ حاسس في كلامك يعني لا هم المشكله ان احنا بنكسبهم هنا بسهوله، ولكن هناك في السودان بيصعبوا الموضوع، يعني بيخلوك تدخل في حاجات ما لهاش علاقه بكره القدم اصلا. وانا ما بحبش المباريات اللي من النوع ده. تمام. طيب متفق مع بلال في